هنتكلم هنا النهارده عن ما هو فردي وما هو جماعي، فاعتقادي ان ما هو جماعي مسؤوليه مدرب وما هو فردي مسؤوليه اللاعب. تعالوا نشوف ما هو جماعي، والبدايه مع ضغط الزمالك على الخصم في مباراه الاسيوطي، واحده من المباريات المهمه جدا للزمالك. الزمالك بيقابل نص الملعب ما عدا اتشيمبونج بس. بس ركز بقى، الزمالك لما بيقرر يضغط، بيبقى صعب جدا تطلع بالكوره، لان الزمالك جماعيا مؤهل انه يضغط، لان كان في مدرب طبعا ما عندوش فكره خالص طبعا، بس هو يعني وهو ما عندوش فكره علمهم ازاي يضغطوا وخلاهم دايما يستعيدوا الكوره في زمن قياسي. طبعا دي حاجات مش حاجات مدرب زي ما احنا عارفين، دي حاجات بتنزل من السماء، يعني هو اللعيبه بينزل عليهم وحي من السماء كده بيخليهم يعملوا حاجه جماعيه. نكمل مع بعض ونشوف الزمالك برده لما بيقرر يضغط، ودي حاجه مالهاش علاقه بالمدرب، المدرب ما عندوش فكره زي ما احنا عارفين، ها، لكن هم اللعيبه يعني اتعلموها لوحدهم، معرفش ما اتعلموهاش لوحدهم مع مدربين تانيين، اتعلموها مع المدرب ده بالذات، بس احنا يعني ما علينا. بدا كده ضغط، كره وسط لجنب الخط، كاميرا الضغط ده اسلام عصام صيام، كاميرا الضغط، بس ضغط منظم مش ضغط جهجهوني، مش لعيب يقوم داخل تراك عشان يعمل فيها بقى اللعيب الراجل اللي بيضغط على الخصم. في النهايه قفل كل المنافذ زي ما قلت لك قبل كده، افضل ضغط في الدنيا هو اللي بيقفل كل المنافذ، حتى في مباراه الجيش كان موجود نفس الضغط، وده دونجا وده فتوح وده صلاح عاشور. كاونتر بريسنج كاونتر بريسنج كاونتر بريسنج كاونتر بريسنج، خدوا الكره تاني. اللي عايز يقنعني ده ملوش علاقه بالمدرب ما يحاولش يقنعني، خليه هو مقتنع وهو حر، بس ده يعني ما يحاولش يقنعني. نكمل مع بعض ونشوف الحاجات اللي بيعملها الزمالك جماعيا واللي كان ممكن تبقى ازيد من كده واكبر من كده. دي كره كان ممكن تبقى جول في الدقيقه 3 والنتيجه تبقى 1-0، كانش كوره ده حصل. مجموعه من الفرص الضائعه هنفضل نضيعها طول عمرنا. anyway نكمل مع بعض برضو، ركز فيما هو فردي وما هو جماعي. ده جماعي يا جماعه، ده شغل مدرب، ده شغل مدرب. مين اللي هيضغط ولما الكره توصل فين في الملعب هنبتدي نضغط، ولما نضغط هنضغط بمين ونقفل انهي زوايا في الملعب، ده شغل مدرب. تنتهي الكره بمنتهى السهوله في رجل الزمالك، بمنتهى السهوله في رجل الزمالك، شغل جماعي بتاع مدرب. فتعال نشوف زي ما قلت لكم قبل كده، ان الزمالك وان كان بدا يتاخر شويه في الضغط لكن بقى عنده الميزه انه بيسيب مساحه، بس اول ما بياخد الكره بيعمل مرتده سريعه، وحياة ربنا شغل مدرب برضه. تعالى بس نكمل مع بعض. هنا الزمالك اللي بيقابل من تحت السنة قطع الكرة، بص بقى سرعة الريتم، سرعة الريتم في الهجمة، 1 2 3 اوفر وحشة، لكن على طول على طول، يعني فكرة ان ايه الاول كان اوف، لا وارجع ورا ونحضر الهجمة من الاول، لا تك 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 دايركت 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 دايركت. تعالى نكمل مع بعض نشوف برضه فكرة الزمالك لما بيقطع الكورة. شامي مدبولي، شامي شامي بالعرض، اوباما فرصة في ثواني ما بين ما قطعت الكورة وشكلت فرصة، في ثواني، مجرد ثواني. ودي هجمة ايه؟ جماعية، مش واحد خد الكورة قاعد يرقص، هجمة ايه؟ جماعية، شغل ايه؟ جماعي، مسؤوليته مسؤولية مين؟ جماعية، اللي هي بتعملها بيعملها مين؟ المدرب. ده الشامي وده مدبولي، ودي هنا بقى النقطة الفردية بقى، هل ده لعيب يقدر يستلم ويشوط على طول ولا لعيب محتاج يرقص؟ هي دي النقطة الفردية اللي بتحتاج وقت للأسف الشديد. أتمنى يكون كابتن إيهاب جلال أو كابتن فوزي البنزرتي أو أي كابتن من الكباتن عنده وقت، وإن كنت لا أتوقع. نفس الفكرة، قطع الكورة تك تك تك، بقى عندك كورة خطيرة جدا من لمسة 2 3، تلعب بالعرض، الشامي كان ممكن تبقى جول هايل، معرفش كاسونجو ليه في الحتة دي دايما بيوديها هناك، يعني كاسونجو ليه بيوديها هناك مش عارف ليه، بس anyway يعني حاول تميز معايا بين ما هو فردي وما هو جماعي. ما هو جماعي مسؤوليه المدرب، ما هو فردي جزء منه مسؤوليه المدرب برضه بالمناسبه، عشان نكون بس يعني نكون منصفين. احيانا المدرب بيغير في شكل لاعب، زي ما بيب جوارديولا غير في دي بروينا مثلا خالص، غير في فرناندينو خالص، رجع ديفيد سيلفا مثلا، بس حاجات وحاجات.